أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة بي إن سبوت ماكس 2 2023 على القمر الصناعي سهيل سات 2023، وهي واحدة من أشهر القنوات الرياضية على سهيل سات، حيث تقوم بإذاعة برامج رياضية وتحليلات لمباريات كرة القدم، وتعتبر هي القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباريات الفيفا لكأس العالم، لذلك هي واحدة من ضمن القنوات الرياضية المشهورة، ويوجد لها صفحات خاصة بالقناة عبر موقع الفيسبوك وموقع الفيديوهات المعروف اليوتيوب، ويمكنكم متابعة تلك الصفحات لمعرفة مواعيد عرض مباريات كرة القدم المهمة ومعرفة التحليل الصحيح لها لأيدي كبار المحللين الرياضيين في العالم. تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2 2023 على القمر الصناعي سهيل سات. القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11623، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، الجودة HD. اذا القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11623، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات بي ان سبورتس HD2 ماكس، وبالتالي نكون قد وفرنا لكم تردد قناة بي ان سبورتس ماكس 2 2023 على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.